هذا دعاء خاص عن المرحوم الشاب مزيه باسم عتامة رحمه الله واسكنه الفسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات احسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان محسنا فلتي حسناته وكان مسيئا فتجاوز اللهم عن اساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح ابواب السماء لروحك وابواب رحمتك وابواب جنتك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والبسمة والسرور. اللهم قلهم بيت المحبوب والقدر مرات عدو إلى جناتك جنات الخلود في سدر مجدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.